الاهداف الدول الناميه مش جايه من اطار او فكره التوسع، ده احنا عايزين ننقذ نفسنا. يعني احنا واصلين الدول الناميه لمرحله في ظل التحديات الرهيبه اللي بتواجه كل الدول الناميه، نعم. عايز اي حد يساعدها. وبالتالي اللي اذا كان الولايات المتحده مش هتساعد، في دول اخرى ممكن انها تساعد، اخذا في الاعتبار انه الحقيقه الدول الناميه على مدار تاريخ الحقيقه بتتشكك دوما في المساعدات الامريكيه، لانه هي الحقيقه لم تكن على مدار تاريخها مساعدات اقتصاديه خالصه لوجه الله، مشروطه دوما كانت مشروطة. الحقيقه مغلفه بضغوط سياسيه. عشان كده لما بقول الدول الناميه اللي ليها اراده سياسيه الحقيقه كرهت هذا التوجه، ومش بس على مستوى القاده السياسيين، على مستوى المواطن في الشارع العادي في اي دوله ناميه هتلاقي انه الحقيقه عارف انه امريكا مساعداتها السياسيه مش مساعدات خالصه وعشان مش خالصه. ليه؟ لانه تجربه صندوق النقد الدولي في معظم دول العالم الحقيقه خلت المواطن في الشارع في اي دوله في العالم الحقيقه بقى ناقم على اللي بيحصل، لانه هو بيشوف انه ناقم على امريكا وعلى سياساتها، لانه بيشوف عملته ان هي السبب، عملته بتنهار وقوة الشرائية بتنهار ومستوى معيشته بيقل، وبالتالي هو مين اللي بيعمل كده؟ صندوق النقد والولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي لما يشوف انه في مساعدات اخرى بدات تنفتح طبيعي انه لازم هيروح ليها. وبالتالي لما بقول انه توجه القاده السياسيين في الدول الناميه رايح للبريكس، ده مدفوع بايرادات شعبيه. المواطن في الشارع ضاغط على قادته انه روحوا اتحالفوا، او مش هقول اتحالفوا، الناس مبسوطه بالتاكيد، روحوا شوفوا الصين لانها دوله كانت زينا وقفزت شؤون اي دوله. الصين ولا روسيا صحيح، وروسيا الحقيقه اجبرت انها تدخل في هذه الازمه الاوكرانيه. وبالمناسبه الحقيقه تصور انه العديد من الدول الاخرى يعني ان اجلا او عاجلا هتسعى برضه للانضمام للبريكس، مش بس علشان تهرب من تحالفات اخرى، لكن هتكتشف انه البريكس اصبح يقود الاقتصاد العالمي في فتره قادمه. خلينا دكتور كريم ربما الحديث ايضا عن روسيا تحديدا، ربما الصين بيتكلموا ايضا دعم للقاره الافريقيه في مجلس الامن، انه في دلوقتي مطالبات من افريقيا، من مصر، من نيجيريا، من جنوب افريقيا، القاره الافريقيه تحديدا بتطالب بتوسيع قاعده مجلس الامن الدولي. الدول الخمسه الاعضاء العدد يزيد وافريقيا يكون لها مقعدين دائمين العضويه في مجلس الامن. روسيا بيتكلموا في هذا الامر، دعم القاره الافريقيه. هل ده يساعد كمان افريقيا انه كمان التوجه نحو شرقا؟ لأن الغرب طول عمره خلاص هم واخدين موقف وبيستغلوا مجلس الأمن لصالحهم. يعني طبعا احنا كلنا عارفين ان الكتل التصويتية حتى غالبا بتبقى صالح الاتجاه السياسي الغربي. نعم. برضو حتى احنا يعني الطلبات الكتير اللي احنا قلنا انضمت لبريكس، نعم. يمكن او عايزة تنضم يمكن الصين وروسيا بتتبنى ان هي يوافقوا على كل الطلبات ده اتجاههم، لكن التوسيع ولكن البرازيل والهند لا، عايزة نتدقق اكثر في الدول، لازم نكون دول مستقرة اقتصاديا، لازم نشوف هتدينا ايه ونضيف ايه. نعم. يعني عايزين يشوفوا ليها نوع من انواع الشروط. نعم. هو طبعا توسع بريكس مطلوب، نعم. وكمان الصين وروسيا زي ما حضرتك اشرت يا استاذ احمد يعني من الدول اللي مهتمه للانفتاح على افريقيا، صحيح. وان اعطاء حصه تصويتيه اكبر بالفعل، لان كمان على الجانب الاخر برضو الدول الافريقيه اللي علاقتها جيده مع الصين على سبيل المثال، نعم. وجيده مع روسيا بتقف دايما حتى في لما بيكون في مجلس تصويت ضد روسيا ولا جنوب حاجه، افريقيا رفضت بالفعل يعني في اكثر من دوله، نعم. افريقيه رفضت وفي، نعم. دول امتنعت عن التصويت، طبعا ده اتجاه جديد، نعم. يمكن برضو على الجانب الاخر يعني عايز اقول ان يمكن افريقيا مظلومه في وضعها في الاقتصاد العالمي او وضعها الاقتصاد العالمي في نهبونا نهبوا ثرواتنا، يعني هي هم دول نهبوا ثروات افريقيا طبعا، اكتر مواد خام موجوده من عندك هنا بياخدوها ببلاش ويرجعوها لك بمليارات الدولارات. يعني ده عشان كده دايما كان الرئيس الصيني في زياراته للدول الافريقيه دايما بيتحدث بيرسخ مبدا رابح رابح، الجميع يستفيد، نعم. كسبان دايما بينظر لنفسه بيقول احنا اكبر دوله ناميه في العالم والدول الافريقيه دول ناميه، فاحنا في بينا تعاون مشترك، نعم. عشان كده مبادره الحزام والطريق اللي اشار لها الدكتور هشام طبعا بيفتح المجال والطريق لمزيد من التعاون الاستثمار في البنيه التحتيه، نعم. عمل خطوط قطارات، نعم. عمل خطوط غاز طبيعي، خطوط طاقه، نعم. افريقيا محتاجه طاقه على فكره، نعم. محتاجه كهرباء، نعم. دوله من اكثر مناطق العالم نقصا في الكهرباء، نعم. محتاجه بنيه تحتيه قويه، محتاجه تحول رقمي، محتاجه تكنولوجيا، نعم. هل التكنولوجيا الغرب بيديها لك؟ الغرب ما بيديكش تكنولوجيا، نعم. الشرق سخي جدا في تقديم التكنولوجيا، نعم. الغرب بخيل جدا في تقديم التكنولوجيا، نعم. وبالتالي الدول الافريقيه اختارت شريكها التجاري وشريكها الاقتصادي، عشان كده هنلاقي لغه الارقام تتحدث ان الصين اكبر شريك تجاري
اخر 15 سنه بشكل متتالي لافريقيا، يمكن حجم التجاره تجاوز ال 200 مليار، والشرق الاوسط والدول العربيه ايضا يمكن اكبر شريك تجاري ليك الصين 330 مليار دولار لو نظرنا